عليكم حبيبتي الزلفلة، وان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. فوالا حبيبتي، اليوم حبيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه انا استفدت بها، عطاوها للناس وحبيت تاني انتم تاني تستفادوا بها. انا كم لقيتها مليحه قلت والله العظيم غير لازم نبارطاجيها عليكم، ما راحش برك نخليها ليا. فوالا حبيبتي، انا كنت مريضه كورونا مع راني بورتون كنت دايره يعني الفاكسان ديالي، درتهم لي دو، درت فايزر وهكذاك امرت. المهم ماشي زعما مرضت بزاف بزاف، مي شويه. المهم حبيت نقول لكم اللي ما درتش الفاكسان تجري دير الفاكسان ديالها، باسكو فريمون والله العظيم درت لي دو فاكسان بصح وهكذاك يعني طحت، يعني طيحتني يعني 5 ايام طيحتني يعني كاو والله غير دقدقتني ما خلات فيا والو. المهم حبيباتي، انا حبيت نبارطاجي معكم هاد الحاجه، ان شاء الله يا ربي نتوما تستفادوا بها. انا قالوها للناس قلت والله العظيم ما نبخلها عليكم. المهم حبيباتي، انا بعد كانت عندي لاتو الحمى سي نورمال، راح نشربوا الدواء تاع لافيف، بصح حبيت نبارطاجي معكم يعني حاجه درتها على جلس على جل لاتو، وكان يوجعني تاني كي كنت نسعل كان يوجعني قاعيتك ظهري صدري وقاعيتك من اكو تعرفوا الكورونا واش دير. خدمت واحد الزيت كيما راكم تشوفوا حبيباتي، هذا الزيت راح نقول لكم شنو هو هذا الزيت، ان شاء الله انتم تاني تجربوه. جربت هذا الزيت هذا تعمل تاع لا لافوند كيما راكم تشوفوا، وانا حابه نجر يعني انتم تاني تجربوه هاوليك. المهم حبيباتي، راح نعطي لكم واش درت لاتو باش تنحات لي على السعله، واش درت تانيت لهذاك الالم تاع الصدر قاعيتك واش درت له باش تنحات لي، وراح نعطي لكم تانيت واحد الحاجه تانيت درتها باش عاودت ولات لي حاسه الشم غير في 3 ايام. والله كانت راحت لي حاسه الشم غير في 3 ايام. المهم حبيباتي، انا هنا ديجا كنت خدمتها لك باش تشوفوا يعني كنت استعملته ديجا، راح نقول لكم واش نسحقوا. هاي ليك، انا حندير غير شويه باسكو ديجا عندي يعني كان عندي واجد هنا، انا حابه نوري لكم برك الطريقه. بون اللي حبيت ديرها في انا كنت شويه ندير الزيت يطيب على النار، بصح انا كي جرب هذاك النهار كي كنت ما فيا لي نود كنت عيانه شويه شغل، رحت درتو غير هكذا في كاسرونه. اللي حبيت ديرو يعني في حمام مائي حبيت ديرو ديرو، انا ماشي موفا نطيب الزيت ديريكت هكذا على النار، مي وشنو انا خرجت عليا هاد الوصفه. المهم حبيباتي، انا كان عندي هكذا الزيت، الزيت واش راح نحط هاي ليك قلت لكم راح نحط بسمو مغرفه هنا تاع لا لافوند. هاي ليك حبيباتي، انا حطيت شغل هاي ليك مغرفه تاع لا لافوند، راح نزيد شويه باسكو ما عمرتهاش مليح. المهم انت ديري مغرفه معمره، انا درت هاد الكميه تاع الزيت هاديه، انت شحال حبيتي ديري. هذا ما كان، واش راح ندير راح نحطو على نار مهيله، راح نحطو برك على نار مهيله كيما راكم تشوفوا. هذا ما كان نقصي نقصلو وتخلطيه برك هكذا، شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا راهي هذيك لا لافوند راكم تشوفوها، هي راهي فيغ راكم تشوفوا راهي فيغ. انا راح نقص بك، لازم تنقصي له ما تخليش يتحرق الزيت ديالك. الا حبيتي ديريها انا كي كنت مريضه درتها شغل هكا بالزربه، المهم انا استفدت بها هكذا. اللي حبت ديرها في ماما غير ديرها. المهم انا راني نقصت الفرن تاعي وراح تخلطي غير هكذا سيميو، يعني يكون عندك هكذا هاد هكا مغارف هادو تاع الحطب ولا باش باسكو هادوك تاع اينوكس ولا هادوك تاع ماشي مليح. هادي هي تخلطي غير هكذا بالعقل. المهم انا نخليها هكذا ونقص لها، نخلي النار مهيله وراني ندير هكذا ابخي كي تبدا طيب راح نقول لكم واش ديروا. هاي ليك بعد ما طاب هذاك الزيت ما خليتوش ما تخليوهش يتحرق، انا جوست برك تبدلت لا كولير هذيك تاع لا لافوند كيما راكم تشوفوا ولات مارون. ما تخليش تشعليلو وتحرقي الزيت هذاك، ما خليهاش تحرق، لازم تنقصي لها النار مهيله برك وتقلبي هكذايا. انا مع الاخر كي نكمل شوفوا كيفاش نبدا نعبص عليها على هذيك. واش راح ندير دوكا حبيبتي، راح نخليها تبرد هكذا كيما راهي، انا عبز هكذا باش نستفاد من هذيك.
يعني الخزامه هذيك باش نستفاد بها. نخليها انا تبرد كيما راهي تبرد، ومن بعد حبيبتي نصفيها. هاوليك الزيت ديالنا، هذا هو الزيت ديالنا. راح نوري لكم الطريقه كيفاش دلكوا بها الدراري صغار. كاين بزاف اللي يدلك الدراري صغار بالك يدلكوا ماشي مليح، شغل هادوك لي كلير يحبطهم له لتحت. هي نو ابخي ندير لكم فيديو صغير كيفاش دلكوا بها الدراري صغار. انا دلكت بها مام اولادي فريمون، البنات عطات لي يعني النتيجه فريمون روعه. مام توهما ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله يا ربي تفيدكم الدراري اللي عندهم لاتو ولا يديروا هادي معانا. نزيد ندير لهم تيزانه تاع قرنفل في البرد هذا، نزيد ندير لهم تيزانه تاع قرنفل، ونزيد ندير لهم هذا الزيت هذا ندلك لهم صدرهم. وشنو بصح دلكوه في الليل كي يجي يروح يرقدوا، وغطيوهم مليح وخليهم يرقدوا، راح تشوفوا ان شاء الله يعني فريمون راح يستفادوا من هذا الزيت. المهم حبيباتي الزيت راح نعطي لكم واحد الوصفه ثاني باش ديروها لولادكم كي يكون عندهم، ولا نتوما تقدروا تجربوها كي تكون عندكم لاتو. راح نعطي لكم واحد الوصفه فريمون البنات انا جربتها وعطت لي النتيجه، ميم نتوما ان شاء الله يا ربي تعجبكم. هاي ليك حبيباتي، حبيت نزيد نجيب لكم هذيك الوصفه تاع لاتو، انا راني جربتها والله جربتها البارح والبنات كانوا ولادي يستعلوا بزاف. عطيتها لهم كان البارح كان وليدي يسعل، واش نقول لكم ما حبش يحبس، والله ما قدر يرقد على هذيك لاتو. درت له هذه الوصفه هذه والله قلت نبارطاجي معكم، والله حتى نقعد نفيريفي فيهم في الليل ولا راهم يتنفسوا ولا لا لا، باسكو فريمون طاحوا كاو شربوها طاحوا كاو. المهم حبيباتي انا حبيت نبارطاجيها معكم فريمون البنات مليحه لاتو، ويعني حاجه طبيعيه. وشنو بصح كاين الناس يقدروا يديروها، كاين الناس لا غالب، باسكو على بالي بلي العسل راهو فريمون غالي، راهو العسل غالي. لي ما قدرتش ديرو بهذا، تشوف هذاك السكر ماغون هذاك سكر ماغون هذاك، ولا تشوف هذاك السكر نبات، شغل تشوف هذاك ما ديرش العسل. مي انا ما حبيتش نديرو بالسكر يعني نورمال ولا سكري غلاس، يجي فريمون حلو بزاف. انا حبيت نستافد بالعسل الخير، مي فريمون جربت هذه راهي البنات عطات لي النتيجه هايله. المهم حبيبتي واش نسحقو تالي، نسحقو هذا اللفت الماغون هذا. انا واش راح نديرو، راح نسحق غير النص باسكو كنت عندي ديجا، نسحق غير النص، راح نقطعو ونسكرفج ونسحق هذاك الماء ديالو. هذا ما كان نرابي غير هذاك النص تاع راح ندير النص برك رابي ونجيب لكم الطريقه. هاديك حبيبتي بعد ما رابيت هذاك اللفت هذاك بيان سور نقشرها، وقشرتها وراني هكذا رابيتها. وش راح ندير دوكا، راح جست ندير هكا وراح نعصر هذاك الماء هذاك. شوف ها ها نعصر برك هكذا. انا نكمل الطريقه حبيباتي باش ما نجيبوش ساعه في لا فيديو، نكمل الطريقه نعاودوا اللي عندكم. هاليك نسحقوا غير هذاك الماء هذاك، ها نسحقوا غير الماء، ومن بعد باش ما يقعدوش هذوك اللي طاحوا صفيها. انا نصفيها باسكو سينو يتحلبوا لها الدراري يقول لك واو واش عطيتينا. هاليك نصفي غير هادية، انا نكمل هاد الطريقة نعاونو اللي عندكم. هاليك حبيباتي بعد ما عصرت هذاك اللفت هذاك وصفيتو باش ما يجيش هذاك يعني باش ما يجيش هذاك القشور هذاك تاع اللفت تانيت، كيما راكو تشوفو هنايا هاوليك الماء هذاك تاع اللفت والعسل هاوليك، انا راني نخلط فيه دوك هكذا. هذا مكان حبيباتي واش راح ديري، الماء تاع اللفت مع العسل، وكي تجي يرقد في الليل كاع عيطك راح تشوفي بلي ما حش يزيد يشرب الماء، تعطيلو هكذا واحد زوج مغارف هكذا، هكا تعطيلو زوج مغارف يشربهم. والصباح تاني كينود كينود تاني تصبح اجا زيدي تاني تعطيلو مغرفه هكذا، راح تشوفو لاتو ديالو يعني السعله ديالو ستيفيني راح تروح ما تزيدش تشوفيها. انا البارح عطيت لهم والله العظيم قاعده نشوفهم في الليل ولا ميبوجيو ولا لا لا، باسكو ما سعلو والله ما سعلو في الليل. زاد صباح وليدي صح زاد صباح ناض، زدت عطيت له واحد زوج مغارف هكذا. المهم حبيباتي هذا هو هذا هو حبيت نجيب لكم كي يكونوا مرض يعني كورونا
كي كورونا ولا يكون عندهم غير ساعه لا لاغريب. هادو هما حبيباتي باش تستفادوا بها، الزيت تاع لا لافوند والعسل مع اللفت. فريمون البنات واش نقول لكم مليح، فريمون لاتو واش نقول لكم ما شاء الله. هذا هو حبيبتي، راح نعطيكم السر الاخراني اللي يكون هكا مريض يعني كورونا، يشوف باللي ما عندهاش حاسه الشم، ما عندهاش حاسه الشم، واش راح نعطي لها دير باش تولي لها حاسه الشم. بون، نشكر الاخت اللي عطات لي الزيت مع لا لافوند. واش نقول لكم، والله راسي كان يوجعني من راسي كان يوجعني بزاف من الكورونا هادية، فريمون وجعني. كي درت هاد الزيت، درت زيت الزيتون وحده لراسي ما فادنيش، شربت الكاشي تاع الراس ما فادتنيش، هاد الزيت مع لا لافوند درتها لشعري، درتها دو جوغ فريمون هذاك السطر راح ما كاشو. هذه هي حبيباتي، وراح ندير لكم فيديو صغير كيفاش ديلكو به للدراري صغار. هذه هي، وبالنسبه لهذاك العسل هذا هو. انا دوكا راح نجيب لكم الطريقه اللي باش ترجعي حاسه الشم ديالك كي تروح. هنا حبيبتي واش راح نسحقوا، راح نسحقوا هكذا كاسرونه كيما هذه، وراح واش راح نديروا لها، نسحقوا نحطوا فيها شويه الماء. هذا وشنو هذا، راهو ماشي ماء، الخل راح نفرقوا لداخل حبيبتي، ومن بعد تحطيه هكذا يعني في النار، وراح تشعلي له راح تشعلي له نورمال. هذا الزيت هذا كان مازال ما صفيتوش، وهذا راح تشعليه. واش راح ديري، راح تبخري برك به هذا، ما كان ديريها ديري هذا الماء والخل، راح تبخري برك به، راح يحرق شويه هكا في الانف ديالك، راح يحرق في الانف ديالك بصح. غد يعني ديريه اليوم، من داك غدوه ان شاء الله راح تشوفي حسه الشم ديالك راح ترجع بشويه شويه، شغل تشمي بشويه شويه. وال تاني 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 تزيدي تعاودي دوزيام جوغ، راح تشوفي تاني ترا بدات ترجع شويه. تروازيام انا لحقت حتى كاتريام، سي فيني، ولات لي الريحه يعني وليت نشم، يعني وليت نشم. هذه هي حبيباتي، انا حبيت ان شاء الله تستفادوا يعني معايا فريمون في هاد لا فيديو مع مرض هكذا كورونا، وحبيت والله نبارطاجي معاكم كاع واش درت. سي نورمال، خديت شويه ادويه مثل تينينول وديت الزنك، ديت هكذا كيما راكم تشوفوا، ديت الزنك، ديت شربت شويه لي فيتامين باش سي نورمال. راكم شفتوا هنا في كندا ما يعطيونا لا دواء، ماشي كيما في الجزائر يعطيو لهم هذاك الدواء، ولا حنا هنايا لازم شغل نداوي بروحنا غير بهاد الحوايج، العسل هذا مع اللفت والزيت هذا. وانا زيد خديت هادو ما عند كانوا هادو، خديتها يعني من قبل نشربهم انا فصل الشتاء، قلت لكم هذه هي الدواء ديالي اللي نشربها، وانا خديت هذه برك باسكو لازم نشربو، قال لك الزنك شربنا هذه. هذه يا حبيبتي هادو هما اللي خديتهم، هادو اللي الدواء اللي نشربهم اللي خديتهم، والعسل. وبالنسبه لهذاك الخل شوفوا كي شوي تبخل، راح تحطي غير راسك هنايا وراح تشمي هذاك البخور هذاك. هذا ما كان حبيباتي، ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، وتكونوا تاني تنتوما استفدتوا به. انا نشكر الاخت خديجه من امريكا، نقولها ميرسي بوكو على هاد الوصفه هذه تاع الزيت، انا استفدت بها، راني بارطاجيتها للناس. ونقول تاني لهاد البنت اللي عطات لي قالت لي ترجع لك حاسه الشم تاع الخل والماء، عطاتها لي، نقولها ميرسي بوكو ليلى، اي ساكنه تاني هذه ليلى راهي في الجزائر بومرداس، صاحبتي يعني صديقتي، نشكرها بزاف بزاف. والله العظيم غير البنات في 3 ايام رجعت لي حاسه الشم ديالي، وان شاء الله نتوما تاني تفيدكم، ان شاء الله نتوما تاني. هذه يا حبيبتي، وانا راح نزيد نحط لكم فيديو صغير كيفاش دلكي وليدك بهاد الزيت كي يكون كي يكون مريض، ولا راح نعطي لك الطريقه كيفاش دلكيه، باسكو دي فوا حنا ندلكوه غلط. راح نعطي لكم كيفاش دلكي وليدك، ندير لكم غير فيديو صغير. عليك حبيباتي تكونوا سخنتوا الزيت ديالكم، ما لازمش يعني يكون بارد، راح دلكيه هكذا، شوف هكذا، طلعي هذوك اللي قلار الفوقه، ما ديروش هذه هذه هكذا هكذا، راهي غلطه، لازم شغل تضربي هكذا للفوق وتحبسي هنا هكذا، شغل دلكي وليدك هنا
تزيري هكذا باش الزيت باش تقعد يدك هنا برك. شوف راح تكون غير هكذا، ها الطريقه راح دير غير هكذا، وهنايا تانيت راح تزيدي تجي هكذا، باسكو بزاف الناس اللي دير الطريقه هذه شغل ماشي مليحه، ماشي صحيحه، شغل باش تدوري هكذا ماشي مليح. هي سيميو ديري هكذا تجي منا ابخي تجي هكذا، وتحبسي غير هنا باش هذوك اللي كلاغ يقعدوا هنا ما يحبطوش، باش ما يحبطوش لتحت، باش من بعد يطلعوا وحدهم كي يسعل ولا راح يجيه ساهل يطلعوا هذوك اللي كلاغ مع كي يبدا يسعل راح يطلع. هذه هي الطريقه حبيباتي، جست نديرو هكا هذا ما كان هكذا، وتحبسي هنا شوف هكذا، وزيدي تجي هكذا هاك هكذا وتحبسي هنا. هذه هي الطريقه، ها ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهاد الطريقه. هايدي حبيباتي، بعد ما ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذاك الفيديو الزيت تاع لا لافوند مع العسل واللفت، ومع هذاك اللي عندها حاسه الشم راحت لها تاني ترجعها بالخل. هادو غير الدواء هكذا شربتها يعني مع الكورونا كاع تيكراك، وتشوفوا ما عندناش دواء. المهم حبيباتي ان شاء الله تستفادوا بهاد لا فيديو، ان شاء الله يا ربي نتوما تاني ما تمرضوهاش. بصح يعني اذا وليدك يسعل ولا يعني ولا عنده لاتو ولا مريض لاغريب راح يستعمل هاد الزوج. فريمون البنات انا عطات لي النتيجه والله قلت لازم نبارطاجيها معكم. كاين تاني الا ما حبيتيش تدلكي بهذا، كاين بزاف اللي يدلك تاني بهذاك الزيت الدرو يدير به هذاك تاني مليح. كاين اللي يشربو، كاين انا ولادي على بالي بلي ما يشربوش، صافي نكلخ لهم بهادي. المهم حبيباتي ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نزيد نجيب لكم لي فيديوهات واحد اخرين. نتوما ما تبخلونيش بالجام ما تبخلونيش يعني بالجام حبيباتي ولي كومونتير. انا باش تشجعوني ونجيب لكم فيديوهات واحد اخرين. هيا اللي ما ديرليش لايك هاني نجي عندها نخنقها باسكو ما حبيتوش ديروا لي لايك، ما حبيتوش ما على باليش على وبورتو نجيب لكم غير حاجه مليحه. المهم حبيباتي انا نحبكم بزاف بزاف والله، ونحب نبارطاجيها معكم يا سيدي، ما ديروا لي لا جام لا والو، المهم تستفادوا وتبراو هذا ما كان. واش يا سيدي ولا استخسرتي فيا لايك ديري لي اعطينا غير دعوه الخير هذا ما كان. شكرا حبيباتي، انا نخليكم مع سيرين هي اللي تقول لكم باي. Donc j'espère que vous vous abonnez, likez, partagez et commentez nos vidéos pour de prochaines vidéos. Et aussi, c'est totalement gratuit de s'abonner et de liker ou laisser un petit commentaire. Ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir. Merci. Merci et bye. Merci pour tous vos soutiens. Bye. À la prochaine. À la prochaine.